ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ وحشنا جدا جدا جدا. طبعا يا جدعان بصوا دي جت بقى بتروق. بصوا يا جماعه شايفين انا جلال المنظر ده؟ لسه يا جدعان هنوريكم فيديو جوله في شقتنا باذن الله، بس بعد ما نخلص حاجات دي ولسه هنجيب عزل تاني ولسه هنجيب. وريهم ان انتوا غيرتوا ازاي يا جماعه. هو استنوا بقى الابداع. والله بص تعمل ايه وسايبنا؟ لا انا قلت لك خمسه وباقي انا اقدر اسيبك الكاميرا كده ليه؟ انا اقدر اسيبك ايه ده الموبايل؟ بص يا جدعان ده ياسر ده ما تعبش معانا خالص من ساعه ما جه يا راجل. تعالى بس ياسر ابدا ايه؟ بص يا جدعان انت مش كده امبارح والله يا جماعه. مبروك يا عم. الله يبارك فيك. مبروك يا عم. بيت جارنا حبيبي. بص هو ابدع في دي الشقه كلها، يعني المفروض احنا جبنا نقاش وخلاها بيضه. يسر وعامل لنا البيبان. لا عايز يسر يا جدعان احط رقمك تحت وتروح تمايل. لا يا عم انا مش شغال ولا ايه؟ يلا كهربني والله. طب اصحى من النور. ما مش شرط تقفل النور، انت ما تجيش جنب الكهرباء. بتضحي ايه؟ اقفل اللمبه بس يا حبيبي، هتبقى سخنه. انت بتمسك اللمبه ليه؟ ما تمسك اللي فوق يا هبه. دي سخنه يا حبيبي. هتعملي صح الاعلان بتاع السخنه ده بتاع الكره السياحيه دي؟ ما تجيبش انا امسكها يا ابو ربنا. ايه؟ هي بني ادم اللي تعمله؟ لا يا عم يا عم ده انت حته والله سخنين انتوا الاثنين. والله سخنه. ايه فيلا؟ اقفل انا لف اللمبه يا اسطى. الدوايه نفسها انت لسه اول مره اكتب لمبه؟ يعني اللمبه نفسها سخنه. ما انت ما تمسكش اللنده. سوري يا اسطى. صحابها عاش عاش فادي عاش. انا بس انا حسيت عيني زغللي يا بيييي يا ده. لا عيب عليك. عيب عليك ايه؟ انت عملت تقول لي سخنه بخاي. بص يا ابن النور في حسن ما عرفتش. لف تاني. لف تاني ايه؟ خلصت؟ لا يا راجل. المصحف مين؟ دي بايظه. لا مش بايظه. امال ايه؟ انا اللي دي وحشه؟ والله بايظه. وربنا بايظ يا ابو الفقر يا اسطى. انت كل حاجه انت بايظ فيها امبارح تعمل يا اسطى البتاع ده بايظ. استنى استنى دي الزرار. ايه الزرار؟ ايه احنا قفلناها اصلا؟ طب ما تجيب واحده غيرها. ماشي. انت بقالك ساعه يعني احنا ركبنا اللون بكل حاجه. حاجات معينه اللي بطبقها. يعني بصوا حاطه لي عصير هنا عشان تدلع نفسها يا ابني. اصبر لسه. اوه الجواكت بتاعتي ولبسي. لبسي بس بيت مدهوي. بصوا يا جدعان بيت مدهوي. جدع 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 جدع. لا مش دهوله دي والله. امال دي ايه؟ ايه؟ دي ايه؟ وان دي ايه؟ والله ده اسمع ان عندك دم بتقدرني فبتسعيني في البيت. انا انها اختي اللي بحبها. مراتي اللي بحبها. لا اقفل اقفل دلوقتي. شطوره يا هبه بجد بجد شطوره. انا لما رحت جبت الاكل بنت اختك. هايل والله هايل. بس ياه شكل الدولاب لسه. عشان لسه احط لسه الدوره فوق. اه لسه اللي فوق ده اللي هحط فيه البطاطين. بس هايل فضيت الاوضه دي شويه والله كده فضيت. على فكره انا كنت مخلصه كل الشنط ولقيت شنط اصلا كنت انت سايبها بره. بجد والله العظيم هايل شطوره. بصوا بقى يا جدعان المفاجاه. المفاجأة طبعا هو يسرى عمل لنا دي ودي وبيعمل دلوقتي ده بقى الحاجات دي كلها. نفسي تخلص نفسي تخلص. انا حاسس ان انا قاعد في سوق جمعة والله. بس ده قسم هندسة اصلا. ده بتقيس غلط اصلا كده. لا انا بجيب بالظبط اللي ماشي مع هنا كام سنتي. طب ما تجيبها يا اسطى من فوق احلى كده. انا اصلا مش عايز اطلع فرشه من اسبوعي لسه طريه. يا عم عادي اعتمد كده. ما انا هعمل كده كويس. بص هو جاي على اول انت غبي. انا عايز اخد ده كده اعرف من هنا. اه فانا عايز من هنا جوه. بص الفن عشان احط اللزق هنا كده في اخر الطريق. انت هتتفرج عليها في الاخر. اسمع مني يسرا. انا ما شفتكش بتعمل حاجه من ساعه ما قعدت معايا. طب ما تعبتش معانا خالص يا يسرا. انا قول لي عملت ايه انت في حياتك يا يسرا؟ ولا اي حاجه. بص بقى يسرا انا عايزك بقى ايه هتبيض دي ودي انت، لان احنا حقيقي اسلام بص ياس خد المقاسات وتعب.
بص يا اسطى احط كده هو برضه هيكون لك المسات هنا برضه يا عم هسيبه يعمل حاجه بالله عليه لازم يطفي ايوه بس لما تدهن تشيل كده تلاقي ايه لا بس ممكن تفوت للناس وانا ماشي وانا اصور انت تصور طيب النبي دهنوا لي اسود هتبقى جامده قوي لا اللي تشو تشو هو اسود جامد طيب كاتش انت عايز تمنع اساسا لسه تعمل لسه مش هيطلع فيها خد حاجه هتقلب العلبه اوعى تقلب العلبه خدي خدي بس باشا انا صاحبها ولا خد يا مات خد يا ست خيلي ست 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 يا اصلا قايم يا شباب الوزراء شباب من ورا بقت كلها اسود لا اصلا شرية مش سهل بصوا يا جدعان الكزمة واقفة على السلم يا سيارة اسطولك ايه ده يا بنت مش الحاجات دي كانت قلت ايه؟ كانت قلت بس انت كنت ناسي باقي الشنط بره بصوا يا جدعان برضه المفاجأة بره كل شوية هفضل اوريكم مفاجأة مفاجأة خليكم كده معايا الغسالة طلع ليها مكان هنا اهو هو مكان الغسالة انا كنت مفكره ايه بس لسه نظبطه كنت مفكره هو مخزن ايوه شعرك حلو شعرك حلو ايه شعرك حلو ماشي بتظبطه مش مطلع اسود يا باشا كسر اشيله صح اه بتاع ايه مش عارف وروني شكله كده ده كده كان معلق عليه حاجه اشيله ولا اسيبه ما اعرفش اسال اليوستا اسال أنا نور عارفين طالما لسه اسلام اللي عاملها مش هتطلع مظبوطه ايه بعدين شغل هندسه يا رجاله انا بس اللزقه دي يا جدعان بقى هتتشال وتقوم طالعه بقى ايه مظبوطه لا تزعل الكلب اتجننت جوه ست ست حركيش ها قلت تتحركيش تستني ازاي الكلبة يا جدعان خرجت من الجنينة لا انا هي خرجت من ايه انا ما اعرفش اكيد ما خرجتش من الجنينة لان الجنينة كلها مقفلة خرجت من باب الشقة وباب الشقة اتقفل وبدنا ندور عليها بقى في الجنينة بنت اتخضت والله انا قفلت في وش سلمي ده لو بنتك مش هيعملي كده عشانها شيك بص قاعدة بتشرب من حمام الكزرة كايلي خدي تعالي 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 خدي كايلي خد هنا خدي ها بره هي دي لازم كده لازم تتهزق دي مش بتاع سفريه حتى لما دخلت الجنينه عملت حمام انت بارد قوي انت بتفكر في ايه اصلا بقول لك هتريحي بقول للبنت دي اسمها ايه دي سوري اسمها بقول لها يا بنتي كايلي ضاعت استنى اقفلي دلوقتي عشان اروح مش عارفة بتقولي امتى قافله بسرعه عشان اشوفها ارمى عليكم بصوا يا جدعان الشجر بعد ما ترش يسري ظبط الدنيا والله انت خليك انت قاعد بتحب في التليفون وعامل لنا فيها مش مرتبط خلي بالك يا يسر انا جاي عشان ما تغرقنيش في ايه؟ ايه ده انت جبت دي منين؟ ايه؟ نورت دي ازاي؟ مش عارف انا لسه منورت ده يا راجل هي بتاعتنا اصلا؟ هو السلك بتاعها جاي منين طيب؟ طب ايه ده في هنا تاني ايه على الكهرباء يا اسطى ده هو بيشتغل طيب ازاي ده ولا بيتقفل ازاي عشان بالليل عشان الصبح قصدي حرام يشتغل بالنهار افتح دي ولا ايه الله ينور شجرة خلي بالك يا اسطى عشان الكهرباء دي ما المفروض ده المايه بتاع الزمان
بجد برضه انا بخاف اجيب عليك انا يا رجل انت بهدلت الناس بره كفايه بس الشجر لما اتغسل وربنا جاب ريحه حلوه كل يوم ده الموضوع متعب بس يا جدعان اللي عاجبني وهنا عشان من ورا باينه بس الشجر كله بقى كده دي تحسوها بقت تلمع انت كنت بتبص عليه فوق بتبصص عليه فوق انا كنت بطلت على متعب صح يا زميل ايه ماشي انت فعلي ايه ده يا جدعان الاختراع بتاخد ايه ده انت ما نايمه كده ليه عشان مزني بيها معاك ليه خليها تفضل قاعده كده ما تتحركش عايز اقول لك يا جدعان ربنا هي مسيطره على الكلبه بطريقه غبيه كايلي كايلي الحرب لو قامت كده هي عارفه هي عملتها لك ايه عصبتني لما طلعت بره بس خايفه تقوم والله تتحرك وتنام ممكن اساعد الله عليا الله عليا خلصتها في ثانيه وربنا دست كده كلها اتقفلت انت لسه زي ما انت ايه احنا بنتصور صورة حب في ايه وغنيني بس كده يا جدعان نكون وصلنا لاخر الفيديو باذن الله انتظروا فيديو جوله في شقتنا ده لسه برضه ايه يعني هناخدكم معانا وننزل نجيب عزل تاني ويعني هنجيب كام حاجه بسيطه اوضه اطفال بقى عشان الناس كلها كانت بتقول لنا فين اوضه الاطفال احنا ما كناش عاملين حسابها فالطفل جاي باذن الله فهنجيب له اوضه اطفال كده كيوتا كده بقول لك انت لما تكبر وتشوف الفيديو شوف انت هتجيب رزقك عملنا حسابك اهو زين بقى يا جماعه ايه في فيديو ينزل عند هبه بعد الفيديو ده هو في نفس اليوم اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو ده هتلاقوا فيديو على قناه هبه كله يعمل سبسكرايب للقناه الفيديو بقى عباره عن ايه ان انا بفك شعري انا بفك شعري وهبه بتفك شعرها وموضوع كده اكشن لان انا لقيت الكومنتات بتاعتكم يا جماعه بجد سايبين الفيديو كامل الفيديو كامل قسما بالله انا هاخدها سكرين فيديو اوريها لكم فيديو كامل ما فيهوش كومنت ليه علاقه بالفيديو كله شعرك 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 قلت لك ما بيتابع على شعرك انت كمان لا انا على نفسي كده كده كايلي ما تقدرش تقوم بس يا جدعان كده خلصنا الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب توصلوا الفيديو ده كام 100 100 سلام